طيب مين بقى عنده أسئلة؟ مين عايز يسأل في أي حاجة في الحياة؟ في المشروع طبعا يعني. أنا عندي شوية أسئلة يا باشمهندس. اتفضل يا باشا. هو لو أنا استعملت انتلي جي في مشكلة؟ والله ده سؤال يزعلني منك، لأن طبعا احنا مش هنحاسبك استعملت انهي اي دي، والمفروض ما نعرفش اصلا انت استعملت انهي اي دي. تمام، أنا كنت بس بسأل عشان اتفضل. قول قول. انا كنت بس بسأل عشان يعني انا عارف ان هو الباشمهندسه كانت بتستعمل نت بينز، بس انا نت بينز عندي ما بيشتغلش عشان في مشكله مش قادر احلها بصراحه. انت لو كتبت الكود على نوت باد واشتغل انا هبقى زعلان من ايه تفتكر؟ اكيد مش هبقى زعلان من حاجه، او اهم حاجه بالنسبه لي استلم كود شغال كتب بقى على نوت باد، كتبته بقلم رصاص، كتبته على انتلي جي، اي حاجه مش تفرق معايا. يعني قصدي هو الكود اللي على انتلي جي يعني مفيش اي فرق بينه وبين لو كتبته على اي دي اي تاني، يعني مفيش اي اختلاف بين ان استعمل اي دي اي ده او ده؟ والله الاختلافات دي مش اختلافات في الكود اللي انت هتكتبه بايدك، اختلافات في التسهيلات اللي بيقدمها الاي دي اي. يعني مثلا في اي دي اي مثلا يعني ميفن انتجريتد فيه، بمعنى ان انت تحب تقدر تنزل الديبندنسيز بمجرد بس تكتب الكود الاكس ام ال، زي ما في ناس كتير عملت كده. في اي دي ايز تانية لا، لازم تحمل انت الجافا فايلز او الجار فايلز بتاعه الديبندنسز بايدك، و توريهم له هم فين، وبعد كده تبدا تشتغل. في حاجات بتسهل اكتر، احنا بقى مش مهتمين بقى مين عمل الاسهل ومين عمل الاصعب، كله متوفر. يعني انت استخدمت انتلي جي هتلاقي فيديوهات كتير بتقول لك ازاي تستخدم او ازاي تنزل الديبندنسي المعينه دي على انتلي جي باي طريقه كانت. استخدمت نت بينز هتلاقي برضو ناس كتير بتشرح، سواء فيديوهات او مقالات او اي حاجة بتقول لك برضو ازاي تعمل كذا وكذا وكذا. فاحنا مش هدفنا، احنا هدفنا الكود نفسه، هدفنا الكلاسز اللي جوه الكود كده. يعني ازاي انت حليت المشكلة، مش ايه اللي استخدمته عشان تحل المشكلة. تمام. انا عندي سؤال، هو انت هسلم بس الكود لحضرتك ازاي؟ يعني انا لحظة دلوقتي ماشي، انا هسلم. هقول لك لحظة واحدة بس. باشمهندس نور، خلصت كده تمام ولا في حاجة تانية اسألها؟ انا عندي اسئلة تانية بس يعني سيب الناس تانية اسأل. بص تسأل. احنا هنمسك واحد واحد ويسأل اللي هو عايزه طب تمام، عشان محدش يبقى خارج زعلان. هو الاكزامبل بتاع اكسل ممكن حضرتك بس تشيره او انا ما انا اشيره؟ عشان بعته لكم على الجروب يا جماعة. انا تمام، هو انا بعته اول لكم سطر فيه لو لحظة انا بس اصلا لحظة أنا هقول لك حاجة حلوة عشان تستريحوا، عشان في ناس راحت سألت الباشمهندسة برضو، وأنا أصلا بعته على الجروب، فأنا مستغرب جدا من الحكاية دي. أنا بعته على الجروب، فأنا هبعته لكم تاني. أهو يا عم، فين الدوكس؟ لحظة واحدة. انا كنت بس عايز اسال حضرتك على حاجات فيه، فكنت يعني عايزك تفتحه بس. ماشي حاضر، نفتحه. خليك معايا لحظة واحدة نجيبه وبعدين نفتحه. أين كان الإكسل؟ عقبال ما حضرتك تجيبه. طيب يعني ما انا هجيلك والله، لو حد تاني عايز يسأل انا جاي واحد واحد في الميتنج، مش هسيب الميتنج غير لما كله يسأل اللي هو عايزه، ما تقلقش. بس عشان يبقى واحد واحد، بحيث ان ما يبقاش حد كان عايز يسأل حاجة وحد تاني يغطي عليه، بس مش اكتر يعني. لحظة واحدة، البتاع بيفتح اهو. تمام، نشير بقى السكرين. شايفين كده؟ طيب قول بقى، كنت عايز تقول ايه؟ اول سطر اللي هو ريست اوبريشن مابينج، ده هو بيبقى مكتوب ريست اوبريشن مابينج وبعد كده ما بين القوسين دول بيكتب اسم الاي بي اي، ولا بيشيل كل ده ويكتب اسم الاي بي اي؟ لا، بيبقى مكتوب زي ما هو كده،
ما هو اللي مكتوب جا اندر اي بي اي اندر سكور نيم ده هو ده اللي هيبقى اسم الاي بي اي. الريست تمام يعني اوبريشن انا ميمك دي ثابته زي ما هي. تمام يعني انا اقدر دايما اعتمد ان الاي بي اي نيم اوله ريست اوبريشن ميمك ولوحده في السطر. اه تقدر تعتبر كده مفيش مشكله. تمام، هو ايه لازمه التيبل اللي تحتيه ده؟ اللي هو اتش تي بي اوبريشن ده اهو. ام والله يعني انا كنت ناوي ازود مطلوب بس لقيته يعني ضمي خالص كده وهبل، ان انتوا مثلا تخرجوا الحاجات دي وتحطوها لي في الاول وبتاع يعني شويه حركات كده، بس يعني لقيته ان هو خلاص طالما انت عرفت تعمل عرفت تخرج الحاجات اللي انا قلت تخرجها من هنا من الجدول ده، فيبقى الحاجات التخريج الحاجات من فوق هيبقى يعني مجرد بس ايه تزويد في المطالب بلا هدف، فسيبته زي ما هو و خليتكم تخرجوا الحاجه من هنا وخلاص. دي اول سبب. تاني سبب ان الجدول ده جاي من حاجه حقيقيه، يعني دي كان في حاجه حقيقيه كده احنا عاملينها في شغل ما، بتعرفنا يعني الاي بي اي المواصفات بتاعتها ايه، فانا برضو جايبه زي ما هو كده. يعني ده اذا كنت بتسأل ليه اصلا في الجدول ده من الاول، يعني فهو ده جاي من حاجه حقيقيه احنا كنا بنستخدمها، يعني فاحنا فوق ده بنستخدمه فعلا. والكود بتاع المشروع ده كله مكتوب من قبل كده اصلا، فاحنا بس ايه يعني كنا يعني خدنا منه حته صغيره خالص نخليكوا تتعلموا فيها بس مش اكتر. تمام. هو هل ده اجابه سؤالك كده ولا في حاجه تانية؟ لا تمام. شكرا. هو دايما هيبقى فيه اتنين بلانك لاينز ما بين التيبل اللي فوق والتيبل التاني؟ والله مش شرط، مش شرط، لا يعني ممكن يبقوا لازقين في بعض مثلا، ولا لازم يكون فيه بلانك لاين ما بينهم؟ ممكن يبقى فيه بلانك لاين، ممكن يبقوا لازقين، ممكن يبقى فيه 2 3 4 اي عدد انا اختاره. تمام. طب ال الناس التيبل بتسجل الملاحظات دي، الناس لازم تسجل الملاحظات دي ماشي، عشان ما حدش يقول لي انت احنا ما افترضت وما افترضتش، لان هو هي الملاحظات دي هي اللي ممكن تبقى ايه كيسز ونجرب عليها واحنا بنستلم المشروع. فاول ملاحظه قلناها ان انت عادي ممكن تفترض ان كلمه ريست اوبريشن مابينج قوس مفتوح وبعدين اي بي اي نيم وبعدين قوس مقفول، تفترض الشكل ده طبيعي ماشي ما عنديش مشكله، مع ان في حل يعني انك ممكن تفايند الكلمه دي في السترنج ده كله، وبالتالي ما تبقاش معتمد على تبقاش معتمد على كلمه الريست اوبريشن مابينج. يعني طبعا وانا بتست اكيد هقول لك اعمل لي الاي بي اي الفلانيه اللي اسمها كذا مثلا، فانت كذا ده هيبقى معاك، فانت ممكن تسيرش بكذا ده في السترنج ده بس يا سيدي مفيش مشكله، يعني ممكن تعتبر برضو ان الريست اوبريشن مابينج دي هتفضل موجوده دايما. تمام. تاني حاجه قلناها ان لازم هيبقى مش لازم يبقى فيه تو بلانك سيلز او بلانك روز، يعني ممكن يبقى فيه واحد اتنين تلاتة او مفيش خالص عادي. طيب قول يا عم نور. هو الترتيب بتاع الكولومز ده دايما بنفس الترتيب ده؟ يعني اه طبعا في النمس الترتيب ده طبعا ثابت، الترتيب ده طبعا ثابت. لو هيبقى فيه اتنين اي بي ايز، هيبقى اسم الاي بي اي الاولاني فوق كده، بعد كده فيه الجدول الصغير، بعد اهو يا كده عم الجدول الكبير. تعال نعمل اتنين اي بي ايز اهو، يلا بينا. ادي اي بي اي، نيجي هنا مثلا ادي الاي بي اي الثاني. يعني برضو نفس الكلام، هيبقى التاني بيبدأ بلاين اوله اسم الاي بي اي، وبعد كده نفس الفورمات اللي فوق. اكيد طبعا، ما هو يعني لو غير كده انت مش هتعرف تفايند الاي بي اي الثانيه دي اصلا من الاول، يعني انت هتعرف منين تجيب الاي بي اي الثانيه دي من غير ما يبقى معاك الاسم بتاعها؟ الا طيب. اذا بقى انت هتقعد تلف بقى على الاكسل وبالبلانك لاي وبالبلانك سيلز تعرف ان اللي في فاصل ما بين اي بي اي واي بي اي الثانيه، وانا قلت لك انك ما تعتمدش على البلانك سيلز، فيبقى انت ما عندكش حل غير انك تبقى معاك الاي بي اي نيم، وده الحل الاوقع. لان ليه بقى ما تعتمدش على البلانك سيلز ده وانت بتتكلم في حل عملي؟ يعني لو حد في شغل مثلا قال لك خد اعمل لي سكريبت او اعمل لي كود بيطلع الاي بي ايز دي اوتوماتيك، هل انت في الكود تعتمد على البلانك سيلز ولا تعتمد على الاي بي اي نيم؟ اعتمد على الاي بي اي نيم. ليه بقى؟ عشان بلينك سيلز حاجه انا ما اقدر. هو الصوت قطع من عنده ولا من عندنا كمان؟ من عنده هو شلون؟ انا يعني الاي بي اي نيم انا هقدر اعتمد ان هو موجود بس. ايوه
هو صوت بيقطع عندك خالص، هو النت عندك وحش تقريبا. لا لا لا، هو في حد بيعمل لي ميوت. طيب يعني مش ناقصه سخافه يا رجاله، معلش خلينا في ناس عندها اسئله مهمه اهي وبتكتشف حاجات مهمه، لو حد بيعمل ميوت يبطل سخافه. كمل يا ابني. هو الفكره بس ان يعني الاي بي اي نيم موجود على طول، بس السبيسز ممكن ما تبقاش موجوده على طول، او ما اقدرش اتحكم في عددها. بالظبط، لان انت لو عايز تخلي الكود بتاعك جينيريك شويه ممكن تقول لواحد اعمل لي شيت على نفس الشكل ده، طب هو لو غلط مثلا ورفع الاي بي اي دي خلاها في السل دي بدل ما خلاها في السل دي، يبوظ الكود بتاعك؟ ما يبص، لا يبقى مفيش شيت شغال، لان هو دايما بيشغل على الاي بي اي نيم. كويس، حلو. تاني اسال، كمل. هو عندي بس مشكله صغيره في الفايل اللي حضرتك بعته، كنت كان مكتوب ان هو عايز 3 كلاسز، واحد اسمه اوبريشن وفيلد لا وسيرفيس. ده استرشادي يعني، تعمل كده ما تعملش كده براحتك يعني، ما فيش مش لازم بس يعني. لازم توريني الديزاين بتاعك يعني، انت برضو الكود بتاعك ده او الكلاسز اللي انت استخدمتها في الجافا كود بتاعك لازم توريهاني وتوريني اليو ام ال بتاعها. لو انت ما استخدمتش اللي انا كاتبه لك وريني اللي انت عملته، وحاول تجاستيفاي كده يعني ايه بسرعه، يعني تكتب لي سطر ولا حاجه تفهمني ليه عملت الحاجه الفلانيه او الانتيتي الفلانيه تبقى كلاس عندك في الكود. بس انما مش شرط تستخدم اللي انا مديهولك، ولكن الشرط انك تعمل يو ام ال توريني فيه الديزاين بتاع الكود بتاعك او الاركتكشر يعني بتاع الكود بتاعك. تمام تمام هو كويس. الكولوم بتاع فيلد نيم ده حلو، هيبقى اوبجكت وبعد كده تحتيها الفيلدز بتاعتها، بعد كده لو في اوبجكت تانية جوه الاوبجكت هيبتدي يخش على الفيلدز بتاعتها، ولما يخلص خالص بيطلع بره الاوبجكت دي على طول، ولا ممكن لما يطلع بره الاوبجكت يبقى يرجع لفيلدز تانية في الاوبجكت دي؟ قصدك مثلا اوبجكت واحد هيبقى فيلد واحد، فيلد اتنين، فيلد تلاته، فيلد اربعه، اوبجكت اتنين خلص في اوبجكت الحاجات بتاعته ممكن يرجع يخش تاني في اوبجكت واحد، ايه المشكله؟ يعني ما اعتمدش ان هو هنا هيرجع لفيلد 12 على طول، ممكن يرجع لاوبجكت واحد تاني عادي. ممكن يرجع لاوبجكت واحد تاني عادي. سجلوا يا جماعه الكلام ده عشان لو حد فايل في كيس، ما يعني غالبا مش هينقص يعني، لو نقص هيبقى حاجه بسيطه خالص، بس يعني برضو انت في ايدك انك ما تنقص، وفي ايدك انك تعمل ممكن اخر حته دي بس يا باشمهندس. نعيد الحته دي. بص تعالى نعيدها، تعالى نعيدها بشكل افضل من كده. تعالى انسرت سيل هنا ونقول، نقول ايه بقى يا باشا؟ نقول ان اوبجكت واحد بعديه فيلد مثلا 16 ماشي. ايه وطبعا اكيد طبعا يا جماعه ما لازم السيلز دي كلها تبقى مليانه، والا انا ابقى بهزر، كل ده هيبقى مكتوب، مفيش فيلد مش هيبقى مليان، وده مثلا هيبقى مانداتوري وليكن يعني. هو الباشمهندس كان بيسال بايه في ايه، بيقول لك انا دلوقتي دخلت في اوبجكت واحد، دخلت في الفيلدز اللي تحتيه، وبعدين دخلت في اوبجكت اتنين، دخلت في الفيلدز اللي تحتيه، هل بقى بعد ما خلصت الاوبجكت اتنين ممكن ارجع لفيلد واحد تاني وابدا ليست فيلدز تانيه او اوبجكتس تانيه تحت اوبجكت واحد؟ انا بقول له ممكن عادي، ليه لا؟ ما تفترضش ان انت هتخش في التشايلد وتفضل تخلص في التشايلد وبعدين مش ترجع للبيرنت تاني، لا ممكن ترجع للبيرنت تاني عادي. طب هو ممكن يبقى في كذا فيلد يا باشمهندس في نفس السيل، يعني تحت اوبجكت مثلا في فيلد 1 وفي فيلد 2 في نفس السيل؟ ازاي هيبقى في كذا فيلد في نفس السيل؟ مش فاهم. يعني مثلا يبقى اوبجكت 2 مثلا سلاش فيلد 6 مثلا سلاش فيلد 7. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش هيجي لي كده صح؟ ما ينفعش، لان ده اصلا ما هو مين اصلا اللي يقدر يبقى عنده بيرنت؟ مين قصدي يقدر يبقى عنده تشايلد؟ الاوبجكت، حاجه الاسمها اوبجكت دي هي اللي يبقى يقدر يبقى عندها تشيلدرن. بس ممكن تشيلدرن بقى فيبقى عنده كذا فيلد تحتيه. لا التشيلدرن ده التشيلدرن ده او الفيلد ده خلاص ده حاجه نهائيه، ده سترينج اهو كاتب لك حتى التايب بتاعه، يعني التايب بتاعه سترينج. يعني ايه التايب بتاعه سترينج؟ يعني خلاص ما يقدرش يشيل حاجه ما يقدرش يشيل اوبجكت تحتيه، هو سترينج. فهمت قصدك يا باشمهندس. تمام. مين اللي كان لسه بيسأل يكمل؟ هو احنا المفروض نسلم البروجكت ده ازاي؟ والله في كذا حل. في الحل اللي في دماغي دلوقتي ان انا هخش معاكم، اخش مع كل جروب مثلا في ميتنج، والميتنج ده هيوروني فيه البرنامج بتاعهم هو شغال، يرنوه قدامي واقول له خد يا ابني الاكسل ده دخله لي عندك ووريني النتيجه،
خد الاكسل ده دخله لي عندك وري النتيجه، خد الاكسل ده دخله لي عندك وري النتيجه، يخلص تمام. طبعا هو مش هيبقوا كذا اكسل كتير قوي كده يعني، هو عشان الوقت يعني هيبقى واحد او اتنين بالكتير وخلاص، يبقى ده التسليم ده اللي في دماغي. طب ده كويس قوي يا باشمهندس، يا ريت ما يعني ما ندخلش في حوار الجيت هاب دي، عشان مش معظمنا ما بيعرفش يتعامل معاها قوي، فده حل ماشي كويس قوي. ماشي ماشي، ما فيش مشكلة. انا اصلا يعني ما انا مش هقعد ابص اقرا الكود بتاع حد واشوف هو ناقل ولا مش ناقل، اللي بينقل ده بيلبس نفسه الصراحة، لان هو المشروع ده يعني حاجة عملية اولا، عملية وغالبا يعني انا اصلا ما دورتش على النت عشان اجيبه، انا جبته من حاجة احنا عملناها فعلا في الشغل عندي. فانت اذا كنت عايز تشوف حاجة عملية وتعملها بايدك ماشي، اذا كنت عايز تنقل وتعمل وهتضحك عليا ماشي اضحك عليا عادي، بس انت غشيت نفسك في الاخر فتمام يعني. بس انا مش هقعد اوجع دماغي واجري ورا كل واحد انت نقلت وما نقلتش وبتاع، انت هتاخد الدرجة بالحنكة وبالذكاء بقى والفزلكة بتاعت المصريين دي، ماشي خد خد الدرجة، بس مين خدع نفسه؟ انت، انا مش فارقة معايا تمام. طب سؤال تاني يا باشمهندس معلش، هل مثلا انا هطلب من اليوزر ان هو يدخل اسم الاي بي اي اللي هو عايزها واتريت بقى على الاكسل شيت لا واطلعها لا له؟ انا لا يعني انت هتفتح الاكسل شيت عادي، الاكسل شيت تفتحه وتاخد منه اسماء الاي بي ايز عادي جدا بايدك تمام وتعرفهم في الكود عندك، تبقى انت عرفتهم في الكود عندك. او في حل اوقع انك تعمل مثلا يعني، ده اقتراح بس مش مطلوب قوي يعني، ان انت تعمل تكست فيلد في الجي اي بتاعتك، بتدخل فيها الاي بي اي نيم، انت بتاخدها من الاكسل شيت بايدك وبعدين تخش تدخلها في الـ في الـ في الـ في الـ في التكست فيلد ده او التكست اريا دي، وبعدين البرنامج بتاعك يبدا يشتغل بناء عليها. تمام. كويس، مين اللي كان بيسال لسه وما خلص؟ لا لا انا خلصت، شكرا يا باشمهندس. طيب طيب انا عايز اسال يا باشمهندس، معلش يا باشمهندس، هو مقصود مين اللي كان بيتكلم؟ مقصود ايه باي بي اي نيم؟ انا كنت بتكلم، مين اللي بيقول مقصود ايه باي بي اي نيم؟ انا عبد المجيد، يعني اللي هو بوت وجت ولا ايه اللي هو ايه؟ معلش بتقول ايه؟ ما انت مش سامع. شو ده، احنا هنسلم الكود ازاي؟ لحظه واحده بس اخلص مع اللي كان بيتكلم واخش معاك على طول. بص يا ريس، دلوقتي مقصود ايه باي بي اي نيم ده شرحناه بالتفصيل، او يعني مش بالتفصيل، احنا اديناكوا لينكات في الجزء بتاع الجزء بتاع ايه، في الجزء بتاع مش النولج ولا كان اسمه ايه مش فاكر، في البروجكت كان في جزء كده بيقول لك الحاجات اللي انت محتاج تبقى عارفها او تسمع عنها يعني عشان تعرف تنفذ البروجكت. فيعني ايه، بدل شرح المستفيد انت من الاخر هتاخد انت من الاخر هيبقى عندك حاجه اسمها اي بي اي، حاجه اللي اسمها اي بي اي دي يعني هي طريقه للتواصل ما بين شويه ابلكيشنز. الاي بي اي دي ليها مواصفات، يعني ايه ليها مواصفات؟ يعني اللي عايز يبعت لها انت عشان تتواصل معاها، هي في الاخر الاي بي اي دي بترجع لك سيرفيس. يعني ايه بترجع لك سيرفيس؟ يعني انت بتبقى هي عندها حاجه مش عندك انت، فانت عايز الحاجه اللي عند الاي بي اي دي تقوم عايز تاخدها. تاخدها ازاي؟ لازم تقول لها بلغه هي تفهمها، تقول لها يا اي بي اي هاتي لي الحاجه اللي عندك تمام. طيب عشان تقول لها يا اي بي اي هاتي لي الحاجه اللي عندك لازم تكلمها زي ما اتفقنا بلغه هي عارفاها. فايه اللغه اللي هي عارفاها؟ هتبعت لها اوبجكت واحد، واوبجكت واحد تحتيه فيلد واحد، وتحتيه فيلد اتنين، وتحتيه فيلد تلاته، تبعت لها الاشكال دي كلها في حاجه اسمها الريكوست. ريكوست يعني تطلب منها الحاجه اللي عندها. طيب وهنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه الالاود فاليوز للفيلدز دي؟ يعني ايه الالاود فاليوز؟ يعني الحاجات اللي ما ينفع هي الحاجات دي بس اللي ينفع تحطها في الفيلد، يعني الفيلد ده ما يقبلش غير واحد واثنين وثلاثه مثلا. لو حطيت اربعه او حطيت ايه او حطيت علامه استفهام هيضرب. يعني ايه هيضرب؟ يعني الاي بي اي دي مش هتفهمها. طب فكل اي بي اي ليها اي بي اي نيم، يعني ليها اسم يونيك عشان تعرف تجيبها تنده عليها. فهو ده اللي هنحطه لك فوق هنا عشان يميزها عن بقيه الاي بي ايز اللي هتبقى محطوطه في الشيت وعن بقيه الاي بي ايز في عامه في الدنيا يعني تمام، زي ما انت ليك اسم كده بالظبط. بس وده هنلاقيه يعني انا المفروض برضه لو عايز تستفيد اكتر وتخش بقى تتعمق، بس طبعا ده مش وقته، ده وقت الامتحانات،
يعني لو انت شايف ان انت عايز تستفيد اكتر في resources محطوطه في البروجكت ديسكريبشن. تمام، وانا كده مفروض انا بدخل بدور على الاي بي اي نيم وبعد كده ادخل اجيب الجدول صح، ولا انا بدخل على طول ادور في الجدول؟ بتقول ايه معلش قول تاني. انا كده مفروض ادخل مثلا اكون باي بي اي نيم معين ادخل واشوف الجدول اللي تحتيه، ولا على طول بدخل على الجدول؟ هتدخل على الجدول ازاي يعني؟ انا مثلا اعرف الجدول باي طريقه مثلا بعد كده على طول ادخل اشوف. هتقعد تلف صح صح، هتقعد تلف هتقعد تلف على الجدول كده، تفضل تلف 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 لغايه ما تخلصه تلاقي هنا ايه بلانك مثلا. طيب لو انا حطيت لك بقى الاي بي اي، لو انا حطيت لك الاي بي اي من اول هنا او من اول هنا، هتفضل تلف تاني، هتلاقي ان الكونديشن بتاعك انك لغايه ما تلاقي بلانك ده ضرب. ليه؟ لان في حاجه تانية بعديها انت عايزها وهكذا. فانت احسن حاجه انك تخلي الكود بتاعك جينيريك، هو انك تبحث بالاي بي اي نيم وبعدين تاخد الجدول اللي تحتها. تمام. طيب عندك اسئله تانية؟ هو بس السبيسنج يعني مثلا تحت الاي بي اي نيم بيبقى فيه نفس عدد السيلز، ولا هو بس عموما جدول اللي تحت؟ لسه ما السؤال ده لسه مسؤول صح، السؤال ده لسه مسؤول. واحنا قلنا ان ما ينفعش تخلي، ما ينفعش تفترض ان هو نفس عدد السيلز دايما. يعني ممكن دلوقتي اخليهم 3 سيلز، ممكن اخليهم سيل واحده، ممكن ما اخليش فيه سيلز اصلا في الحته دي، اخلي ده اي او دي لازقه في اللي فوقها والرود لازق في اللي فوق. ليه؟ قلنا لان احنا كده بنخليه اقرب للبراكتيكال، لان انت مش كل شويه هينفع تفترض الفرض بتاع ان واحد هيكتب لك شيت كل مره مظبوط. لا، ممكن الكود بتاعك كل ما يبقى جينيريك كل ما يبقى احسن. فانا ما تفترضش ان انت عندك نفس عدد السيلز دي. تمام، شكرا. العفو يا ريس. عندك اي اسئله تانية؟ لا شكرا، مبسوط كده خلاص. تمام، في ناس بتسأل على الجروب بقى يعني اسئله غريبه جدا، يقول لك يا باشمهندس احنا تقريبا مش فاهمين المشروع المطلوب من المشروع عامه، غير اني اكتب كود انا مش عارف ايه. طب وهنعرض اف جي هاي حرفيا تايهين. ماشي تمام. طب باشمهندس انا عندي كام سؤال فسأله. طبعا اتفضل يا باشا. اوكي، اولا هنسلم الكود لحضرتك ازاي؟ اولا انا قلت ان احنا مش هنحتاج غالبا نستلم الكود، غالبا انا بس هحتاج اشوف البروجكت هو بيرن قدامي. نستلم الكود دي بقى يعني انت ممكن، يعني ممكن نطلب الكود وممكن ما نطلبوش، الله اعلم. مش 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 عارف دلوقتي لغايه دلوقتي هنطلب الكود ولا مش هنطلبه. بس لو طلبناه يعني بسهوله خالص، الكود ده في فايلات، والفايلات ده تقدر تعمل لها يعني على اسهل طريقه من غير ما تعرف جيت هاب ولا حتى درايف ولا اي حاجه. الفايلات دي تحطها في زيب فايل وتبعتها لي مثلا، يعني ده طريقه سهله خالص. بس يعني انت ما تشغلش دماغك بتسليم الكود ازاي، بس اشغل دماغك ازاي تشغل المشروع. ايوه، ما هو الكود اشتغل وتمام خلاص، يعني مشروعك شغال خلاص بيعرض، ولو غيرت حاجه بس هو يعني اعمل لحضرتك تيست ولا وريه لك وهو بيرن وبيعرضهم، ولو غيرت حاجه في الاكسل شيت بيعرضها. بس انا ممكن اديك اكسل شيت تاني بنفس الاسم عشان ما تغيرش انت حاجه في الكود بتاعك، هيبقى بنفس الاسم مثلا، وهغير بس فيه الاي بي ايز بقى، اغير احط 2 3 4، اغير البلانك سيلز دي، احط عدد معين، عدد مختلف من الاوبجكتس عن اللي كان في الشيت اللي انا اديته لكم كده بس. وهدي لك اديهولك انت، ابعته لك وسط الميتنج واقول لك يلا يا باشمهندس ران، تقوم انت ران عن الران يشتغل معاك يبقى زي الفل. تمام، بس كده. عندك اسئله بقى في المشروع نفسه؟ يعني انت خلصت المشروع اصلا؟ يعني يعتبر يعني قربنا نخلصه، بس يعني طيب خلاص، ما تشغلش دماغك بقى ما تشغلش دماغك بالتسليم دلوقتي، مش مشكله يعني هنستلم ما تقلقش. عندي سؤال كمان يا باشمهندس، دلوقتي المشروع كله شويه بيجيبني في سكه اللي هو اللي انا اعمل ريكيرجن وسيرش تري والحاجات دي. ايه يا عم في ايه؟ ريكيرجن ايه وسيرش تري ايه وبتاع ايه يا عم؟ اصلا بيبقى في يعني في حاجه في دماغي كنت دايما بعوز. ليه بتجلد نفسك كده؟ طيب ليه الجلد ده كله؟ يعني ريكيرجن دي هي فور لوب عادي خالص زي الناس وخلاص. ما بس انت سكت ليه؟ النت قطعت ولا حد عمل لك ميوت ولا ايه؟ حد عمل لي ميوت. المهم يا باشمهندس انا كان عندي سؤال، يعني هو دلوقتي
يعني اما بخش مثلا على الفيلد انا بعمل ايه في الجرافيك انترفيس بتاعي، اللي هو كل ما يبقى فيه اوبجكت بيبقى فيه زي زرار كده يدوس عليه يعرض له الحاجات. طب ابعت لحضرتك شكل اللي انا عملته قبل كده على الواتساب يا راجل. طب خليك معايا. لا بس خلاص يا مش بس المهم فانا في حاجه كانت بتبقى واقفه قصادي انا مش عارف اللي هو اعمل ايه طيب عشان يخلي كل ما يبقى فيه اوبجكت مثلا او لو حد زود اوبجكت يعمل له زرار. فالحوار ده بيخليني لا اعمل بفكر في الريكيرجن او بفكر في اي حاجه تاني. الموضوع ده كان بيلخبطني قوي. حضرتكم ما عندكش اي حل للحوار ده؟ انت مش لازم تعمل الريكيرجن يعني، فكر بالراحه بس كده بالراحه خالص يعني، عشان بس هو اعتبره فيلم كده وانا مش عايز احرقه عليك. هو الموضوع سهل خالص. اللي انا اقدره لك ان مفيش ريكيرجن، مش تحتاج ريكيرجن ولا حاجه. لا انت لو عملت ريكيرجن محدش هيقول لك حاجه، بس انت غالبا مش هتحتاج ريكيرجن فما تخافش من النقطه دي. ايوه طب انا يعني سؤال يعني تكنيكال اللي هو طب هو لو في مثلا اوبجكت زياده مثلا حطيت اوبجكت طب لو هو انا في اوبجكت مثلا بعيد شويه فببقى عايز مثلا اعمل له زي بوتون كده تمام ويدوس عليه يعرض الفيلد لو تحتيه. ف يعني ايه اوبجكت بعيد شويه؟ معلش يعني مثلا اوبجكت فيلد بعديها مثلا اوبجكت بعديها اللي هو سلاش اللي حضرتك عامله في الاكسل. لا بس ما ينفعش يبقى في اوبجكت فيلد اوبجكت، هو يبقى في اوبجكت سلاش اوبجكت سلاش اوبجكت سلاش اوبجكت سلاش فيلد. ما ينفعش يبقى في اوبجكت سلاش اوبجكت سلاش فيلد سلاش اوبجكت. ما ينفعش يبقى في فيلد بعديه اوبجكت. خدت بالك من النقطه دي؟ ما ينفعش يبقى في فيلد بعديه اوبجكت. ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا هو يعني انت لو بصيت بس في الاكسل بالراحه خالص هتلاقي انا كاتب لك، انا بقول لك الحاجات دي موجوده من ايه، من ريل لايف قبل. اوكي حضرتك تقريبا تمام يعني ما اعرفش حضرتك سكت. لكن هو غالبا مش مهندس النت عند حضرتك وحش. سامعني كده؟ طيب انا دلوقتي سامعينك. هتلاقي حد مضحك كان بيعمل ميوت. ماشي يا جدعان. لا حضرتك اتعمل لك حضرتك النت عند حضرتك وحش عشان المايك ما كانش بيتقفل. ماشي يا عم. طيب انت بس بقرا انا كنت بقول لك دلوقتي بقرا بس السكشن ريسورسز ده هيفهمك بشكل عام الدنيا هنا معناها ايه عشان تبقى فاهم المواعيد دي. مين بيبعت واحنا في الميتنج؟ مين يعني ليه؟ ايه السبب؟ وانا قاعد معاك اهو لو عايز تسالني ما تسالني لايف. ده انت يا محمد. ماشي يا اسطى. معلش يا باشمهندس انا كنت ببعت لك الاوتبوت، ببعت لك شكل الاوتبوت بس. معلش يا عم عايز تشير سكرين شير سكرين مفيش مشكله بس انا موجود معاك اهو. ماشي ولا يهمك. اسف. لا اسف على ايه يا اسطى؟ مفيش حاجه. طيب خلينا بس ان كنا بنقول ايه. ده اسمه فيلد. ده اسمه فيلد يعني ده خلاص ده حاجه، ده حاجه انتهت عندها تقدر تقول التري. يعني ما تاخدش كلمه تري اللي هقولها دي انك لازم تعمل تري. لا بس كلمه فيلد دي معناها ان دي خلاص دي حاجه ليف. يعني ايه؟ يعني هو سترينج، هو خلاص هو ده الحاجه اللي ما ينفعش يبقى تحتها حاجه تانية. ماشي. فاحنا ممكن نقعد نقول اوبجكت 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 وفي الاخر فيلد. طب اوبجكت 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 وفي الاخر اوبجكت. انما ما ينفعش يبقى اوبجكت 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 فيلد وبعدين اوبجكت. لا ما ينفعش. تمام. مين اللي كان بيسال؟ انا فيلد كتير محب. طيب يا باشا قول اوبجكت 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 كذا اوبجكت. فانا عايز اعرض اللي هو مثلا يدوس على الاوبجكت فيعرض اوبجكت فيبقى في زي فوتو يدوس عليه يطلع الاوبجكت. فالحوار ده ما بعرفش اعمله يعني بحس ان هو هيبقى الفانكشن هيبقى ريكيرجن او حاجه. واللي هو الفكره ازاي اخلي هو كل ما يعرض اوبجكت مثلا يعمل حاجه زي بوش بوتوم يدوس عليه يعرض الاوبجكت يدوس عليه يعرض الاوبجكت. الحوار ده هيضطر لاعمل كذا لوب او كذا اف ستيتمنت او ريكيرجن. ولا مش لازم يكون في زرار مثلا او اعرضها بطريقه اسهل ولا ايه؟ اعرضها بطريقه اسهل. ما انا كنت في الفايل اللي بعته لك اعرضهم جنب بعض عادي. مش لازم تدوس على زرار يعرض لك اللي بعده تدوس على زرار مش لازم. لا ما قلتش كده خالص. بالظبط. يعني ما هو هيعرض يعني الفكره ان هو هيعرض اوبجكت بس مش هيعمله على انه زرار. فهل كده عادي؟ عادي طبعا. ما انا ما قلتش استخدم زراير خالص في الموضوع. انا قلت استخدمه اعرض اعرض لي الدنيا دي ماشيه ازاي. بس الزراير بقى والحاجات دي حاجات ادفانسد شويه. عايز تعمل زراير انت بقى وتعيش حياتك اعمل زراير. بس انا ما قلتش اعمل كده.
يعني اصلا كنت فاكر ان هو لازم اللي هو يعني مين قال ان هو لازم تعمل زراير؟ ما حدش، بس انا مش عارف حسيت ده لازم. لو ما حدش قال يبقى ما تحملش نفسك فوق طاقتها وبعدين تقول اه ده لازم ريكيرجن. لا هو مش لازم ريكيرجن ولا لازم زراير اصلا من الاول. لو يعني ممكن اعملها ليبرز او تكست بس كده تحت بعضيها الاوبجكت ويكون طبعا كده. ممكن عادي جدا عادي جدا. اوكي تمام. بس عندك اسئله ثانيه؟ لا خلاص صحتك يا باشمهندس. هو احنا نخلي لكل اوبجكت ستيج معينه ولا ممكن في نفس الستيج نكتب مثلا اوبجكت 1 وتحتيه الفيلدز بتاعته؟ ممكن في نفس الستيج. انك تفتح في كذا ستيج دي حاجه مش حلوه يعني اصلا. يعني لو عملت كده مش هقول لك لا، بس تمام. لو هتعملها في ستيج واحده هيكون افضل يعني. تمام شكرا. عايز عندك اسئله تانية يا محمد؟ قول زي ما انت عايز، اسال زي ما انت عايز. شكرا يا شانس. ماشي يا ريس. حد ايه مين اللي عنده اسئله؟ كان في حد بس على الجروب يعني استفزني شويه بالرساله. لو عايز يخش هو ويقول اسئلته براحته خالص زي ما هو عايز. اللي مش فاهم المشروع خالص ده مش فاهم المشروع تماما يعني. طب يعني ايه تمام يا اسطى؟ مش فاهم المشروع خالص، كان يعني احنا بنتكلم هيروغليفي. ماشي يا عم. لو سمحت يا باشمهندس، هو بعمل كل اي بي اي والتانيه حضرتك ممكن تحط على الاقل سبيس ولا ممكن يبقوا لازقين في بعض؟ والله ممكن يبقوا لازقين في بعض، ممكن احط سبيس. الحاجه دي قلت لك ما تعتمدش عليها. انا ممكن ما بين التيبل وما بين اللي هو الجدول بتاع الاتش دي بي مثلا. برضو الموضوع يعني ساري هنا، يعني انا ممكن احط الاي بي اي من اول هنا صح ولا غلط؟ ممكن احطها من اول السله دي او من اول السله دي او من اول السله دي او من اول السله دي. لا من اول السله دي، لا 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 مش هحطها من اول السله دي. انا هسيب لك بلانك سبيس واحده على الاقل. ليه؟ علشان انت هتقعد تيتريت لغايه اما تلاقي بلانك سيل. بالظبط، احنا المشروع بتاعنا شغال بس هما بنلسق الاثنين اللي في بعض بيعمل ايرور. انا عارف ان انت هتقعد تيتريت لحد ما تلاقي بلانك سيل، فما تخافش من النقطه دي. هسيب لك بلانك سيل واحده على الاقل. باشمهندس هي مش دي لها حل؟ انت شايف ان ليها حل؟ يعني حتى لو ما فيش بلانك سيل يعني تقعد تيتريت لغايه اما تلاقي حاجه ما فيهاش او او اي و ماشي. ممكن يتست على عدد بدايه السله الجديده ان هي تكون باسم معين اللي هو مثلا ريست اوبريشن او ما يبقاش اولها او مثلا. ماشي كويس، ماشي مفيش مشكله. طب ماشي هم عملوا. طب انا غلبان وعملتها اللي هو لما الاقي سبيس عادي ولا غيرها؟ رايح دماغك بقى، رايح دماغك يا عم. تمام انا كده يا لهوي، انا ريحتها كده كده. تمام. طب ماشي في سؤال تاني. اسال يا عم حاج. تمام. هو انا في المين ريكويرمنتس اللي في البي دي اف انا مش فاهم نقطه 3 اللي هو مكتوب لو عملت حاجه معينه هنقص، يعني هنقص بالدرجات. مش فاهم هو عايز. ايوه النقطه المعينه دي اللي انت لو عملتها تنقص. ما انا هقول لك اهو النقطه المعينه اللي انت عملت لو عملتها تنقص في الدرجات، ان انت بدل ما تعرض على جي او اي تعرض على الكونسول، واخد بالك؟ بس هو ده اللي كان بيقول لك هتنقص لو عرضت على الكونسول مش لو عرضت على الجي او اي. لو عرضت على الجي او اي باي شكل باسوأ شكل ممكن هتاخد الدرجه. لو عرضت باحسن شكل ممكن هتاخد الدرجه برضه. موضوع البونص لسه ما اتاكدناش بنسبه 100% في بونص ولا لا، بس اكيد طبعا لو حد يعني لو في بونص اكيد لو في بونص هيبقى جزء كبير يعني جزء كويس منه، على ان لو واحد بيعرض الشكل احسن على جي اي بيقدم اوبشنز كويس على جي اي. بس برضو الموضوع لسه مش مؤكد يعني، عشان برضو ما حدش يقعد يسوح نفسه وبعدين يقول لي يا اخي يا باشمهندس انا مش كان في بونص او لا. ما كانش في ضحك، انا ما قلتلكش حاجه. تمام. ماشي. اخر حاجه في نقطه رقم 4 برضو في المين ريكويرمنتس، ايه اللي مطلوب بالظبط ان انا اسلمه في الدوكيومنت؟ يعني احط الكود كله واحط معاه الصور واليو ام ال ولا استنى؟ لا انا بسال بس. انا بسال بس. اثبت يا ابني شويه. انا قلت حط الكود كله؟ لا. طيب مكتوب حط في كلمه سي او دي اي في النقطه 4 كلها؟ لا برضو عشان كده. طيب كويس. لا يبقى بتسال ايه بقى السؤال ده؟ يعني هو مش موجود كلمه كود وانا قلت حط كود، تقول لي احط الكود يعني ازاي؟ طيب ما يعني انا قلت لك حط اليو ام ال وسكرين شوتس من بعض الانبوتس. يعني ايه بعض الانبوتس؟ يعني تعمل الف يا عم اكسل، الف شيت والفه بسهوله زي ما انا نفسي الف واحد معاك دلوقتي. انا مسكت الشيت القديم
ومسكته خدت عملت كوبي بيست كده لوحده، ممكن اعمل كوبي بيست لوحده كمان هنا، وبعدين اغير في شويه في الفيلدز والبتاع وادخلهم، اعمل اخد سكرينه مثلا من الانبوت ده واقول له والله الاوتبوت المرافق ليها او الاوتبوت المناظر ليها هو الاوتبوت ده اللي طلع معايا بس. ده يعني ابسط من كده مفيش. تمام ماشي ماشي. عندك اسئله ثانيه؟ لا تمام كده ماشي يا عم. مين تاني؟ باشمهندس انا عندي سؤال. اتفضل يا ريس. دلوقتي في موضوع الجيو اي، لو في كذا اي بي اي من 2 3 في السيد، انا هعرض في الجيو اي انهي اي بي اي فيهم؟ لان اكيد مش هعرضهم كلهم. ليه؟ على اساس لان لو في 4-5 اي بي ايز مثلا فكده هيبقى الجيو اي كبيره قوي، يعني الموضوع كبير جدا، فاكيد هعرض اي بي اي مثلا واحده، ولا انا هعرضهم كل الاي بي ايز الموجوده؟ اما هم استنى ما تفترضش بس افتراضات، انا ما قلتهاش، انا ما قلتش اخلي 4-5 ده كتير قوي فعلا. هو اخرك 2-3 يعني، ده الماكسيمم، واللي في الامتحان هيجي مش هيجي كبير قوي كده يعني، مش تيجي واحده كبيره ضخمه قوي كده، لان هو انت زي ما انت شايف طبعا فيلد 5-6-7-8 كتست واحد يعني في البرمجه حاجه ريدندنت قوي. هو 5-6-7-8 دول نفس يعني 5-6 فيهم فكره، 7-8-9 دول ريدندنت خلاص ما نفس الفكره، فهشيل بقى انا الحاجات الريدندنت دي واخلي الحاجات بس للتست ايه الكورنر كيسز ماشي، او تتست الكيسز اللي بيحصل عندها مشاكل. تمام فبس تمام. فانت تقدر تحط في نفس الشاشه بتاع، ممكن تعمل كذا ستيج زي ما زمانك بيقولوا، انا مع اني ما حبسش الحل ده بس يعني ممكن عايز تعمل كده اعمل، مفيش مشكله كل ستيج تبقى الاي بي اي معينه. يعني حضرتك مش مثلا وانت حضرتك بالتست مش هتدي اي بي اي نيم على اساسه هيعرض الاي بي اي ده في الجي اي، ولا انا عامل حسابي على كله هيتعرض؟ اعمل حسابك على كله هيتعرض. ليه؟ ان انا ممكن اقول لك هات لي تو اي بي ايز دول مره واحده، انت تعمل ايه؟ مش انا ممكن اديك اري في اي بي ايز، اديك اري كده ومكتوب فيها اسماء تو سترينجز، كل سترينج بيمثل اي بي اي نيم، واقول لك يلا طلع لي البتاع، تعمل ايه انت بقى؟ ما عشان كده بقى دخلت اسال حضرتك يعني. يا سلام عليك كويس، عشان كده بقى ديك لازم تعرف انك هتحتاج تعملهم مره واحده، وده هيبقى احسن لك بدل ما تقعد تكتب وبعدين ترن وبعد يعني انت براكتيكلي يعني لو انت ماشي بتعمل البرنامج ده هتكتب البتاع وترن وتقفل وبعدين تكتب تاني وترن وتقفل، طب ليه ما تعمل فور لوب على الليسته اللي فيها اسماء الاي بي ايز، ترن البرنامج بتاعك كله مره واحده على كل الاي بي ايز. تمام حلو. عندك اسئله ثانيه؟ لا تمام تسلم. الله يخليك يا باشا. مين عنده اسئله ثانيه؟ طب معلش مش بس هو سؤال بسيط، هو دلوقتي مثلا اوبجكت 1 جواه اوبجكت 2 تمام، هنا اول لما اجي اعرض مثلا المربع بتاع اوبجكت 1 وهكتب جواه اوبجكت 2 هكتب جواه حاجه تاني غير اللو فاليو والمندتري، ولا اعتبره كانه فيلد جواه اوبجكت 1؟ والله بص انت في احد حلين. الحل الاولاني ببساطه شديده انا هبقى عايزك تكتب لي اوبجكت 1 تحتيه اسماء الفيلدز واسم الاوبجكت، مش الاوبجكت واللي تحتيه، يعني مثلا اوبجكت 1 ده انت هتكتب ايه في الجي اي بتاعته؟ ماشي هتكتب تحتيه ايه؟ فيلد 1 بالالاود فاليوز بالمانداتوري وبتاعتها، فيلد 2 بهكذا، فيلد 3، فيلد 4، واوبجكت 2 وتمشي، ما تكتبش بقى الحاجات اللي تحت اوبجكت 2 دي، تكتب اوبجكت 2 ان هو تحت اوبجكت 1 وتمشي، وبعدين في حته ثانيه في الجي اي جنبها تحتها اي حاجه تكتب بقى اوبجكت 2 والحاجات اللي تحتيها. تمام ماشي. فده حل كويس، ايه رايك في الحل ده؟ ده حل كويس. الحل التاني هو نفس اللي انا عامله. ده كويس جامد خلاص، يبقى انت مش هقول لك الحل التاني خلاص ملوش لازمه. ماشي شكرا باشمهندس. العفو يا ريس. مين عايز يسال تاني؟ مين يا جدعان؟ طب ما انتوا كتير اهو، يبقى كل دول عندهم اسئله. ايه طيب عايزين تسالوا ولا مش عايزين تسالوا؟ ماشي انتوا بتضطرونا للحاجات الحركات اللي مش حلوه دي. انا هقول ايه، اختار حد كده اقول له انت عايز تسال مش عايز تسال. ايوه ابداوا اهربوا بقى.
اللي كان بيسأل ده أندرو عادل صح؟ طب اللي تحته بقى أندرو فاروق، عايز تسأل ولا مش عايز تسأل؟ لا مش مهندس، مش عايز أسأل. يا راجل يعني المشروع كله تمام لا بالنسبة لك؟ لا لا، ما أنا مع حد يعني، مع محمد جاد يعني في الميتنج يعني، فهو بيسأل. آه أنت داخل سبورت يعني، ماشي يا عم تمام. عبد الرحمن محمد سألت ولا عايز تسأل؟ لا أنا جاي أسمع أسئلة بس. أنت إيه؟ جاي أسمع أسئلة بس. جاي تسمع الأسئلة؟ أه تمام ماشي. أنا عامة مسجل الميتنج عشان ما تضيعش وقتك، والله أنا بعمل كده عشان أنت إحنا بنسجل الميتنج عشان ده وقت امتحانات بقى، وقت قرف، فأنت ما تضيعش وقتك تسمعه مرتين أو حاجة، ولا تسمعه دلوقتي ومش تسمعه تاني خلاص. يعني حسب بقى أشوف احتجته ولا لأ. منطقي فعلا، صح، برافو عليك. طيب انا مش عارف، هو برضه هرجع تاني للشخص اللي كتب. ايوه اتفضل يا باشا. ايوه انا مش هعمل بروجكت بس غير اللي احنا هنقرا الملف الاكسل وهنبدا نعرض الروز على انها اوبجكت على اسمه ايه ده الجي اي، غير كده انا مش فاهم الصراحه. قريت البتاع كويس؟ قريته مرتين والله. شاطر برافو عليك، ما ده مش معناه ان انت قريته كويس. يعني بس ماشي انا همشي معاك ويا عم، وافترض ان انت قريته كويس. دلوقتي انت قلت هتعمل ايه؟ هتمشي رو باي رو على الاكسل تطلع الفيلدز والاوبجكت صح؟ تمام. هتعرف تطلع يعني كل اوبجكت، كل اوبجكت تحتيه ايه الفيلدز اللي تحتيه والالاوت فاليوز والمانداتوري وبتاع؟ هو المفروض ان يعني الاوبجكت ده هو ده البيرنت كلاس، والفيلد دي هي اللي تشيلدرن منه. اه ما احنا بقى احنا قلنا كده فعلا. ماشي تمام. طيب انت دلوقتي مشكلتك في ايه؟ مشكلتك في انك مثلا مش فاهم الديزاين بتاع الكود هيبقى ماشي ازاي؟ يعني يعني انت ككود انا فاهم، فهمت قصدك، ان انت قصدك ان احنا ممكن مثلا يعني اخد الحاجات دي رو باي رو وارميها على الجي او اي كده زي ما هي بدون بقى ما اعمل كلاسز ولا الكلام ده كله صح؟ انا عايز اعرف بقى طريقه العرض مثلا يعني هتكون ايه او عباره عن ايه، ده مش متخيلها مثلا. ما طريقه العرض ما اللي زمالك كانوا بيرغوا فيها من شويه دلوقتي، ان انت هيبقى عندك مثلا وليكن يعني انا بقول لك ديزاين سيء بس انت ممكن تغير عليه، يعني اللي هو مثلا يبقى عندك ايه مربع كده بشكل مربع كده اهو، في مكتوب مثلا في اوبجكت واحد وتحتيه الفيلدز بتاعته، وتحت كل فيلد مثلا يعني تخش كده يمين شويه وتكتب allowed values وتكتب هو تكتب كلمه mandatory وتكتب جنبها واي ولا 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 ان. تمام. ده هيحصل لما مثلا ده يحصل امتى مثلا؟ يعني يعرض كل حاجه كده مره واحده ولا في اخر لما دخل له حاجه معينه؟ يعني ايه يوصل لحاجه معينه؟ ايه الحاجه المعينه دي؟ لما دخل له حاجه معينه مثلا input معين كلمه معينه يروح عارض لي مثلا object معين. لا 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 لا، المفروض انت ببساطة شديدة خالص انت بتدي له اسماء الاي بي ايز من الكونسول مثلا، او مش من الكونسول يا سيدي، من الكود تهارد كود كده تخش كده في الكود بتاعك تكتب له array of APIs وترن. المفروض الاوتبوت بتاع البرنامج بتاعك يبقى شاشة فيها كل اي بي اي تحتها الاوبجكت بتاعتها والفيلدز بتاعتها والفيلدز بتاعت كل اوبجكت يعني. تمام جدا. في سؤال بقى تاني، ايه بقى الريست يو ار ال ده والبوت؟ يعني ده هيكون لازم الريست يو ار ال الريست. والله انا قلت لك ده كلام يعني ده كلام كان مكتوب فيه او يعني كان تعرف عنه صح اكتر يعني في الـ في الـ في, الـ في الجزء بتاع مش فاكر كان اسمه ايه والله، في الـ في الـ في الـ في الشيء في البتاع ده في الديسكريبشن اللي هو prerequisites تقريبا حاجه زي كده، ده كان مكتوب عنه كل اللي انت ممكن تحتاجه، بس ده مش هتحتاجه في المشروع ده يعني. انت هو بس هيبقى جدول كده اعتبره جدول ريزل كده محطوط لك ومش هتحتاجه يعني مش هتعمل بيه اي حاجه. جميل جدا، حلو قوي حلو. طب وحته الانبوت والاوتبوت ده طبعا دي يعني بص هي دي بالنسبه لك قد تبدو مش مهمه بس هي مهمه كلوجيك، و ولو واحد عايز ينظف الدنيا هيهتم بيها ازاي. اي واو دي معناها الاي دي الحاجات اللي بتتبعت في الريكوست، والاو الحاجات اللي بتتبعت في الريسبونس. فممكن لو واحد نضيف شويه بني ادم نضيف يعمل ايه بني ادم نضيف ده، وقد ياخد بونص قد الله اعلم يعني لو خالد.
ايه بقى هيعمل البني ادم نضيف؟ هيجي يكتب كده API واحد ويكتب ريكوست، وتحت الريكوست يحط الاوبجكتس اللي فيه، وبعدين يكتب ريسبونس ويكتب الاوبجكتس اللي محطوطه فيه. طب هو هيعرف يفرق الريكوست عن ريسبونس ازاي؟ بالاي والاو. الفيلد اللي قدامه اي هيبقى ريكوست، والفيلد اللي قدامه او هيبقى ريسبونس، هيبقى تبع ده. لو واحد عايز يستنضف، لو واحد عايز يمشي عادي زي ما كل الناس بتمشي عادي جدا، خلاص يمشي عادي خالص وما يستعملش الفيلد ده. او ممكن يعمل ايه بالفيلد ده برضو؟ ممكن الفيلد ده يبقى هو المنقذ بتاعه، ان هو يقعد ايه، هو ده اللي بيتريت بيه، بمعنى هو بيفضل يتريت لغايه ما يلاقي بلانك سيل، او زي ما زمايلك قالوا يلاقي سيل مكتوب فيها بدل اي او او، يلاقي حاجه اسمها ريست اوبريشن مابينج، حاجه تانية خالص غير الاي والاو. ساعتها الاي والاو هيفيدوه في ايه؟ هيفيدوه في ان هو يعرف يفرق ما بين الفيلدز دي، واذا كان خلص ولا لسه هو في نفس الاي بي اي، او يعني هو لسه في نفس الجدول ده ولا خلص وخلاص ودخل على جدول تاني. فيعرف منين الحكايه دي؟ هيعرفها من الاي والاو اللي كانوا مكتوبين في الاول. ماشي، حلو، جميل. ها عندك اسئله تانية يا باشا؟ لا كده تمام قوي. تمام باشمهندس. طب النقطه اللي حضرتك كنت هتقول حكايه اللي هو ممكن ناخد على طول على الجي او اي، ايه النقطه لما عملت كلاسز؟ لا هو انت مش ممكن تاخد على طول على الجي او اي، لو عملت كده هتنقص. لا مش قصدي كده، قصدي كان حضرتك كنت تشرح حاجه يعني. مش عارف والله قصدك ايه بصراحه، وضح لي بس بالراحه. هو لما كان بيسأل حضرتك كنت جيت قلت على حكاية اللي هو ليه فكرة نعمل ننقل على طول، بعد كده هو قال لك لا على فكرة نقطة العرض، حضرتك سبت النقطة دي خالص يعني. أيوة أنا كنت بقول له يعني أنت كان عندك مشكلة في إنك تحول الحاجات دي لكلاسز جوه الجافا، أو يعني تخلي فيه كلاس جوه الجافا بيمثل الكلام ده وتاخد منه أوبجكتس جوه الجافا، الاوبجكت دي تمثل الفيلدز. هو كان عنده مشكله في كده. انا هو بيقول ان هو كان عنده مشكله في العرض مش في كده. تمام. طب باشمهندس عايز اسال سؤال ثاني. مين اللي دخلوا في بعض دول؟ تعالوا نجيبكم. مين عايز اسال من جديد الاول؟ طب بالنسبه لنقطه الكلاسز حضرتك كنت هتقول تشرحها. ما بص، نقطه الكلاس دي ببساطه شديده انت ممكن تعمل كلاس في الجافا اسمه في الكود بتاعك يعني اسمه فيلد. كلاس الفيلد ده والله ممكن يبقى ريبريزنتيف للايه، للفيلد ده. تمام. فانت بتعمل ايه ببساطه شديده؟ كل ما يجي لك فيلد تعمل تقول مثلا فيلد واحد يساوي نيو فيلد، وتبعت له القيم دي، تقول والله الفيلد ده اللود فاليوز بتاعته، تعمل انت بقى يعني اتريبيوت اسمه اللود فاليوز واتريبيوت اسمه مانداتوري، او تحط فيه المانداتوري ده مثلا ممكن يبقى ترو او فولس، او ممكن يبقى كاركتر يبقى جواه واي او ان، هو كده بس. ده مثلا فمثلا فيبقى في عندك اوبجكت في الجافا، او يعني اوبجكت او يعني اوبجكت في الجافا لكل ايه، لكل فيلد بس. مثلا يعني انا بقول لك يعني ممكن انت تعمل حاجه تانية ان ما يبقاش اوبجكت يعني الفيلد ده، لا هو الفيلد كده لازم يبقى له اوبجكت. ممكن انت بقى تعمل ايه، او كلاس يعني كلاس اسمه فيلد. ممكن تعمل كلاس تاني للاوبجكت اللي هو الاوبجكت الكبير ده اللي هو البيرنت، او ممكن تستخدم الكلاس بتاع الفيلد نفسه ويبقى تتصرف بقى انت يعني. بس في تشويسز كتير. تمام. هم فهمت الفكره عامه ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. تمام كويس. كنت عايز اسال باشمهندس عن حوار الجيسون. حوار الايه؟ جيسون. والله كلمة جيسون دي انت ممكن تتجاهلها خالص، انا كنت بس بفهمك ان الحاجات دي بتتبعت في صورة جيسون. يعني هي لما بنيجي نبعتها في النت في الانترنت ما بنبعتهاش بالشكل ده. يعني ما فيش حاجة اسمها تحط اوبجكت سلاش اوبجكت سلاش اوبجكت كده بالشكل ده. انت هتحطها ازاي؟ يعني في الريست طبعا، مش في اي حاجة. في الريست ده ستاندرد، ده لغه الناس بتتكلم بيها، مش لغه برمجه يعني، مش تاخدهاش زي كانها لغه برمجه، ولكنها شويه حاجات اتفقت الناس عليها ان هي تكلم بيها بعض. تمام. فهم بيتكلموا ازاي؟ بيتكلموا بحاجه اسمها الجيسون اوبجكت. ده الجيسون ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ تعالى ايه
ممكن نفتح لك كده قول وورد كده مثلا، مع ان ما ان الوورد ده مش انسب حاجة يعني، او ايه بلاش وورد، خلينا في النوت باد. ايه هو الجسم ده بقى يا باشا؟ الجسم ده عبارة عن حاجة كده بتكتب بين قوسين key value pair ماشي. فانت مثلا عايز تكتب يعني مثلا لو عايز تحول الشكل ده لجيسون احوله ازاي؟ هقول اوبجكت واحد وده اوبجكت واحد، ده هو نفسه ايه؟ اوبجكت صح؟ طيب الحاجه اللي بتبقى اوبجكت بتبقى ريبريزنتد بايه؟ بقوسين كده تمام. طيب بعدين اوبجكت واحد ده جواه شويه فيلدز، الفيلد الاولاني ده قيمته مش عارف ايه مثلا، قيمه فيلد واحد ده مثلا 5 بس، فبحط اسم الفيلد اللي هو هيبقى اسمه فيلد واحد قصاده القيمه بتاعته اللي هي 5 مثلا، هو عباره عن انتجر مثلا تمام. فيلد 2 هيبقى عباره عن سترينج مثلا يعني، فهيبقى قيمته عمر مثلا وهكذا تمام. وهكذا بقى ممكن اعمل كده اخلص بقيه الفيلدز تمام. بعدين خلصت اوبجكت واحد، اوبجكت واحد بقى جواه اوبجكت 2 برضو اللي هو هيبقى زيه بالظبط، هيبقى اوبجكت وكده. وبعدين خلصت اوبجكت واحد في حاجه اسمها فيلد، فيلد 12 اللي بقيمته بكام مش عارف مثلا، هيبقى مثلا اي حاجه ماشي. يبقى هو ده عباره، يبقى ده الجيسون اوبجكت. طيب الجيسون اوبجكت ده اسمه ايه مثلا؟ اسمه ريكوست مثلا يعني ماشي. بس هو ده الاوبجكت، هو ده الجيسون يعني بشكل عام. هو طريقه بس للريبريزنتيشن، طريقه للريبريزنتيشن عشان الناس تفهمها وفي نفس الوقت الماشينز تفهمها بس. تمام جدا ماشي فهمت. حلو قوي. بس ده مش ده كده مش هيفيدك باي حاجه في المشروع، بس ده للفهم العام ليك انت بس كده. ما هو كنت عايز عشان كده بالفعل. طيب جدا. كويس انك مهتم بالفهم العام ليك والله، حاجه حلوه. ماشي ماشي يا باشا. مين عايز حاجه تاني في الحياه؟ المهم اللي كتب على الجروب انا مش فاهم اي حاجه خالص، ما دخلش معانا. انا هحاول اعذره واقول ان هو الراجل يعني وراه شغل، وراه مذاكره، وراه اي حاجه، بس للاسف انا مش فاهم هو مش فاهم ايه، فمش هقدر افيده. ارجو ان هو يكون هيستفيد من الريكورد بتاعنا. باشمهندس انا سؤال صغير. اتفضل يا باشا. دلوقتي هو انا في ايدي ان انا اعرف لون الرو من شيت الاكسل يعني، هل دي بروبرتي انا بحددها؟ عايز تعرف لون الرو تعمل بيه ايه؟ ما هو كنت كلمت حضرتك من شويه ان انا ممكن اعرف بدايه الاكزامبل الجديد يعني من كلمه ريست اوبريشن او من حرف الاو او من وهكذا يعني، ان هو بيبدا بالحرف ده او بالكلمه دي. تمام. طيب انا ممكن اعرف لون الرو يعني؟ في حاجه تقدر ترجع لي لون الرو بتاع في اعتقد في الستايل، في بروبرتي اسمها ستايل او حاجه شبه كده يعني، تقدر ترجع لك لون الرو، بس ده مش حاجه جينيريك، ممكن واحد يعمل لك كده صح يعني. انا ممكن اجيب لك شيء تعمل كده. استفدت انت ايه بقى؟ ايه رايك؟ وانا هعرف اتصرف واقول ان هو لو مش كذا بدل ما احدد لون معين. ايه مش كذا ده؟ لو مش ابيض مثلا زي الباقي. يا راجل يعني هي دي اللي وقفت يا عم. اهو لا ايه ده احنا كده اهو يا عم، اهو يا سيدي، اهو يا عم. استفدت ايه برضو؟ اصل اللون ده حاجه يعني مش عارف والله يعني، لو انت حطيت الكود بتاعك على شيت تاني هيضرب بس ببساطه شديده، لو مش ابيض خلاص اصفر اهو وهيضرب برضو. خليت لك اللون ده شبه اللون ده، ايه رايك بقى؟ مش فارقه، كانش هيجي في دماغي الفكره دي لو انا ما كنتش قلت، بس تمام. لا كان هيجي في دماغي عادي. ليه بقى؟ ما انا شفتها اهو يعني، ما ببساطه شديده قبل ما انت تقول اهو جه في دماغي. انت قلت لي اصل انا معتمد على اللون، خلاص خد يعني بسهوله، خد يا سيدي اللون اهو. انا مش بكلمك عشان اغلس عليك والله يعني، هي مش موضوع، مش فكره غلاسه وفكره ان انا استعرض بقى اقول لك شوف انت فاهم. ايوه ايه فكره ان انت عامه في الحياه كل ما تخلي كود بتاعك جينيريك على حاجه ما بتتغيرش يبقى احسن،
كل ما تبقى راجل anticipating للتشنجز تبقى راجل احسن صح. يعني انت لو anticipate انت لو متوقع ان ممكن واحد يجي يغير لك الالوان وبالتالي ما تعملش الكود بتاعك معتمد على الالوان هيبقى كودك احسن من واحد اعتمد على الالوان وبعدين غيروا الالوان والكود في البرودكشن لو الدنيا ضربت صح ولا لا. تمام بس فده مش الغرض الغلاسة والغرض ان انت تعرف ان لازم الكود بتاعك يبقى معتمد على اقل حاجة بتتغير اذا كان اصلا هيعتمد على حاجات. تمام تمام شاطر برافو عليك. طيب هو دلوقتي انا يعني انا كنت بعرف اتعامل مع الجيسون في البايثون فهل هنا لو هيفيدك في ايه بقى الجيسون تعامل معاه في البايثون؟ انا هسأل حضرتك دلوقتي هنا في طريقة ممكن اتعامل بيها زي ما بتعامل بيها في البايثون ولا الجافا مختلفة عنها في الحتة دي ولا ايه؟ والله نسأل مين بقى؟ شغل من غير جوجل جيسون والجافا توتوريالز بوينت يا سيدي يلا جافا دوت لانجويجز مش عارف ده واحد بيشكله كده كده يبقى كده بنعرف نعمل معاه طالما ليه لايبرري يعني. طيب بس خلاص شفت الموضوع في منتهى السهوله ازاي بس انت مش عايزه انت مش هتحتاجه في البتاع. تمام شفت اهو ادي اقصد ان انا ممكن اقسم الكود للجيسون والجيسون ده يتقسم على اساسه التقسيمه بتاعه الجي او اي. عايز تخلي الحاجات جيسون يعني تحولها لجيسون. ايوه بالظبط ماشي بس انت كده في الاخر يعني فين برضو الجافا الجافا كلاسز فين؟ مش عارف يعني انا عايز في الاخر لسه ما بداتش في البروجكت فما اعرفش فدي افكار جايه لحد دلوقتي لسه ما بداتش فما اعرفش ايه الدنيا. افكار جايه ما احنا ما حددناش ديدلاين فانت شكلك كده ديدلاين هتحدد ان هو يبقى قبل الفاينل. صح مهندس انا عملت كده انا غلط ولا ايه؟ عملت كده ايه؟ عملت تخليت الجيسون خليت الحاجات جيسون. انا قسمت كل الاكسل حولته لجيسون خليت اوبجكت كبير وتحدي اوبجكت صغيرين ولي كيز وفاليوز وكده ماشي كويس بس هل انت الجافا الكود بتاعك فيه اي كلاسز من اي نوع طيب عشان تحطها في اليوم ال الجزء اللي مطلوب ده؟ يا ابني سكت ليه؟ الو ايوه معاك سامع بقى الصوت قطع بس ممكن تاني صوت قطع. بقول لك هل انت عملت اي جافا كلاس بتمثل اي انتيتي جوه البروبلم بتاعتك دي ولا ما عملتش؟ لا كله جيسون لحد دلوقتي. طيب ما عملتش جافا كلاس يبقى هتنقص لازم تعمل لي لازم تعمل لي كلاسز برضو مش غلاسه. ليه؟ كل ما الكود بتاعك يبقى فيه هاي ليفل ريبريزنتيشن اوف البروبلم بتاعتك كل ما هيبقى الكود انضف. فانا مش هو غرضنا ان احنا يعني نغلس او نطلب طلبات الكود ممكن يخلص من غيرها. طب ما الكود ده كله ممكن يتعمل من غير جي اي من غير اي حاجه وتكتب في الكونسول وتاخد من الكونسول وخلاص ولا اكسل شيت ولا اي حاجه بس هي انت بتتعرض لحاجات حقيقيه في الحياه وتتصرف معها تصرفات حقيقيه برضو في الحياه بس ده اللي مطلوب منك في المشروع يعني. طب ما انا ممكن اخلي لكل اوبجكت او لكل فيل في الجيسون زي كيو فاليو بتعادل الكلاس بتاعه. يعني ايه بتعادل؟ انا في الاخر هيطلع لي يو ام ال وهيطلع لي كلاس من الجافا بيمثل. طيب خلاص لو عملت كده يبقى تمام. يعني انا في الاخر يعني من الاخر قصدي مش هخش في كلاس بتاع الجافا خالص يعني هخلي الجيسون هو الوسيط ويوصل لي الاخر للجي اي اللي فيه كل حاجه قصدي. في الاخر عملت في الاخر اللي مطلوب منك انك تعمل كلاسز في الجافا. ما عملتش كلاسز هتنقص درجات. عملت كلاسز هتاخد الدرجه بتاعه الكلاسز بس ببساطه شديده خالص. يعني انا بعد اللي عملته اخلي كمان اعمل كلاسز في الجافا فيها الاوبجكتس دول. اتصرف بقى يعني انت هتعمل بقى كلاسز هتقي في الكود بتاعك هتغير شويه هتشيل شويه يعني هتحط شويه اعمل اللي انت عايزه بس اهم حاجه يبقى في كلاسز عندي. وده زي ما بنقول دي مش غلاسه دي يعني محاوله عشان تكتبه كود نظيف تفهم من خلاله الدنيا بتمشي ازاي بس. مش مهندس يا باشمهندس اتفضل.
هو الكود بتاعي بيشتغل تمام بيعرض كل حاجه، بس في ايرور بيظهر لي، هو مش بيأثر على البرنامج بس هو بيظهر لي، مش عارف سببه ايه. انا بعته لحضرتك في الشات. اللوج فور جي ولا؟ ايوه بالظبط، ايوه هو. مش مشكله خلاص، دي مش مشكله يعني مش هيأثر على اي حاجه. لا طب بعيدا عن البروجكت، هو معناه ايه يعني؟ ما دورتش عليه في جوجل بصراحه، بس هو كان بيظهر لي يعني طالما لقيت البتاع بيشتغل ففكست له، بس ممكن ندور عادي مع بعض عليه في جوجل يعني نشوف هو معناه ايه وبيظهر ليه والكلام ده. بس هو ما طالما هو ده الايرور يعني مش مشكله. هو ده ليه حل يا باشمهندس؟ زي في كويس، هو في ناس دورت ولقيت حل اهو، برافو عليك. قول له بقى في ديبندنسي معينه هتضيفها عندك في الايمت، هتاخدها كوبي بيست هتلوت وهتشتغل معاك. برافو عليك. شوف هضيفها فين معلش؟ هو انت مش عامل بروجكت ايمت ولا مش اسمه ايمت اللي هو والتيم بتاعه؟ في واحد كان عامل، في اتنين كانوا عاملوا جزء الاباتشي، مش عارف توس بايه بايمت. هو في بس ديبندنسي معينه تاخدها كوبي هتعملها بيست في الفايل بتاع اللي هو اسمه بي ام دوت اي اكس ام ال، هتحل لك المشكله. الميفن يعني تقصد؟ تمام. بالظبط الميفن. معلش الاسم في الميفن في ديبندنسي معينه تحطها في البوم دوت اكس ام ال، ده هتظبط لك الموضوع. هو ده اللي هو كان بيقوله بالظبط. تمام. شكرا يا باشمهندس، انا ببعت لك على الخاص. تيمز ولا ايه؟ تيمز واتساب، عشان بس اسال بس على الحاجه دي اجيبها منين. حاجه ايه؟ الديبنز اللي انا احطه عندي. لا ما انا ما جربتش بصراحه، اسال باشمهندس محمد هو اللي هيبقى عارف. انا بعتها اهو في الشات. تمام شكرا يا باشمهندس. العفو يا باش. اهي اللي عايز ينسخها ممكن انسخها اهو واحطها لكم على الجروب. تمام. ها حد عنده اسئله تاني؟ هو باشمهندس، هو الجي اي اللي انا هطلعه هيكون زي اللي موجود في الفايل بالظبط ولا لازم يكون تحط؟ لا ما انا قلت لك في الفايل، انا قلت لك في نفسي في الفايل مش لازم يكون نفس الحاجه، فانت اعمل اي تصميم انت عايزه. انا بس حطيت لك تصميم استرشادي. استرشادي يعني لو عايز تطلع حاجه تطلعها شبه كده، لو في دماغك حاجه تانية طلعها زي ما انت عايز. هو فاكر بس ان هو مش حاطط اي ديتيلز، وكاتب بس اسم الاوبجكت والفيلد بس، مش هتقول. ما هو انا فعلا نسيت احط الديتيلز، بس هو لازم تحط الديتيلز اللي يعني اللي هي بتاعه ال الحاجات دي. اذا كان ليه allowed values، ولو ما لهوش allowed values تكتب yes all values are allowed مثلا، او all وخلاص، ومانداتوري ولا لا. دي الديتيلز دي لازم تتحط. تمام. وحضرتك لما قلت لي ان لازم اعمل كلاس للجافا، اعمل كلاس اوبجكت كمان، يعني كلاس اوبجكت جوه الكلاس ده؟ لا ازاي؟ طيب احنا احنا بنتكلم على الحاجات الاوبجكتس اللي هنا، دي الاوبجكتس اللي في البروبلم. انما انا بتكلم كلاس في الجافا، ده كلاس بيوصف حاجه في البروبلم، ازاي هتحطه جوه البروبلم؟ يعني قصدي اعمل زي كلاس اسمه ريكويست واجمع فيه الاوبجكت بتاع ريكويست. قصدك كده صح؟ مثلا عايز تعمل كده ماشي. تمام ماشي. طب ولما اجي ابنت من كود الجافا، ولا ابنت من اللي هو الجيسون بتاعي اللي هو لما اجي احول الكلام للجي اي، ولا مش هتفرق؟ هو انت هتخلي كود الجافا بتاعك يعني يوزلس ولا ايه؟ ملوش لازمه يعني، خلاص عملته كده بلا هدف. ما لازم يكون ليه هدف ان هو معلش ممكن عشان الشبكه قطعت معلش بس. هو انت الكود بالجافا بتاعك ده بلا هدف ولا في ليه هدف معين؟ هو هدف ان انا هعمله انه يجمع كل الحاجات اللي هي كومن بيهيفيرز هجمعهم مع بعض صح؟ برافو عليك صح. لكن بالنسبه لل جي اي هيبقى اسهل ان انا اخده من الجيسون ده، قصدي هل ده ينفع ولا لازم اخده من الكود الجافا؟ هو انت كده هتخلي كود الجافا ملوش لازمه يعني، او يعني كود الكلاسز ده ملوش اي لازمه صح؟ تمام. بالظبط. طيب يبقى يعني هبقى متضايق، مش عارف هديك ساعتها الدرجه كامله ولا لا، بس هبقى متضايق عامه حتى لو اديتك الدرجه كامله. ماشي تمام. انا مش عارف والله يعني، مش هبقى افكر على حسب بقى ايه
يعني فتحت المشكلة. يعني لو انت عملت مشكلة ضخمة يعني لو انت خلاص خليته بلا هدف خالص كأنه محطوط على جنب ساعتها هتنقص. ماشي بس انما احسن لك يعني تخلي الكود بتاعك فيه كلاسز عشان يبقى الدنيا متنظمة. بس تمام شكرا يا باشمهندس. العفو يا ريس. مين عنده اسئلة تاني؟ حد عنده أسئلة تانية يا رجالة؟ واضح ان محدش عنده أسئلة تاني. طيب ببعته او يعني خلاص بقى اللي عايز لو حد ما حضرش هيحضر بقى من الريكوردنج بتاعنا ده وخلاص كده. بالمناسبة